السلام عليكم امهات ومرحبا بكم. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفه وهي خاصه بالرضاع، يمكن لك تعطيها للطفل ديالك ابتداء من 6 اشهر، وهي وصفه بنينه بزاف وصحيه وسهله التحضير، ما كتاخذش وقت بزاف، واغلبيه الامهات عارفينها. غير بغيت نفكر الامهات الجدد بها باش يبداو يعطيوها للاطفال ديالهم، وهي وصفه السميد بالفرماج. يلا نخليكم مع المقادير وتابعوا معايا. بالنسبه للطريقه فهي جد سهله كي قلت لكم، واغلبيه كنوجدوها. غير هنا غادي يكون اختلاف بسيط، هو انه غادي نستعملوا فيها غير الماء والفرماج، ما غادي نستعملوا فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، حيت الطفل ديالنا كيكون مازال صغير، يعني ما غادي نستعملوا له لا زيت لا ماء لا اي منكهات. كتاخدي اي اناء عندك، كسرونه كديري فيها الماء يغلي، ملي كيغلي الماء وكتزيدي فيها 2 معالق حتى 3 معالق ديال السميده رقيقه. انا كنفضل السميده رقيقه احسن من السميده الغليظه، حيت من بعد دوتو تفاصو يعني غادي نطحنوها. كديري السميده رقيقه وكتخليها حتى كطيب غير في الماء والسميد. من بعد ملي كطيب المده ديال 15 دقيقه، يعني حاولي تردي معها البال حيت هي دغيا كتشرب، يعني باش ما تحرقش لك كطلع عليها، ولا بنت لك انها شربت كتزيدي ليها الماء. من الاحسن الماء يكون مغلي، يعني هذاك الماء اللي غادي تزيديه يكون ماء مغلي او ماء معدني. ملي كطيب لك كتحيديها كتزيدي عليها فرماجه، من الاحسن يكون الفرماج المربع ماشي الفرماج المثلث، وكتزيدي عليها الفرماجه وكطحنيها مزيان. ومن بعد كتحطيها هاي هكذا، كتكون الوصفه ديالنا واجده. من بعد ما كتزيدي عليها الفرماج وكطحنيها حتى لحد هنا، هاي الوصفه ديالنا واجده. هاد الكميه ديال 3 معلقات كتعطيك واحد الكميه مناسبه، يعني كثيره كيمكن لك تحتفظي بها لمده 3 ايام في اناء من الزاج، وكتدخليها الثلاجه ديالك. ملي كتبغيها كتحتاجيها كتجبديها كتسخنيها في اناء اللي كتكوني دايره فيه الماء مغلي، فشي كاسرونه كتكوني ديري فيها الماء طيب، كتحطي داك الاناء ديالك ديال الزاج اللي احتفظتي به اللي كنتي دايره فيه لاسوب ديالك ديال السميد. اون فوا كتسخن كتعطيها البيبي ديالك. الا كان البيبي ديالك مازال ما بغيتيش تعطيه يشرب بالمعلقه، سواء كتستعملي الرضاعه اولا كتعطيها ليه. الا كنتي غادي تعطيها له بالرضاعه، من الاحسن انها تكون زعما جاريه، كتزيدي ليها الماء. الا كنتي غادي تعطيها له بالمعلقه كتكون شويه ثقيله، باش هكذا باش كتجي سهله انها يبلعها. وبالصحه والراحه، عطوها لوليداتكم، راه هي جد مفيده وصحيه، وكلشي عارف الفوائد ديال السميد وديال القمح على صحتنا وصحه الاطفال ديالنا. وشكرا لكم.